انا سمعت الحكايه دي. بس شوف، احنا في الاخر خالص احنا بنتكلم عن شخصيه في افلام مارفل، اللي هي افلام كوميكس، اللي هي افلام مجلات مصوره للاطفال والشباب يعني الصغير. ما اعرفش ده، يعني ما اعرفش ده يعني بفرض جدل يعني. بس جوثام هتمصرها ازاي او هتعربها ازاي يعني؟ فاهم قصدي يعني؟ بس يعني اكيد احنا عندنا في ثقافتنا وفي التراث العربي عندنا شخصيات ابدع منه بكتير يعني.